مساء الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل اكل على قد الايد. تعالوا معانا هنشوف نعمل ايه. هنعمل شاورما ومكرونه اسباجيتا وسلطه. ادي المكونات معانا اهي. معانا فلفل متقطع وصدر فرخه مقطعينه تقطيع شاورما، ومكرونه وثلاث حبات طماطم متقطعين، والبهارات عندنا فلفل فلفل اسود وملح وجنزبيل وسبع بهارات وتوابل الشاورما، وعندنا بصلتين متقطعين جوانح وخمس فصوص ثوم، وديت الطماطم بتاعت المكرونة. دلوقتي بقى نبدأ نعمل ايه. هنبدأ في نحط زيت في الحلة، وهنشوح البصل اللي احنا مقطعينه جوانح. انت سرحت رحت فين؟ حط لايك يا سيدي يا سيدي. هنشوح البصل كويس كده تشويحة حلوة. بعد كده هنجيب احنا ايه بقى، هنجيب معلقة توم اللي احنا فرمناه، وهنشوحها مع البصل تشويحة كده بسيطة. هتطلع بس الريحة بتاعتها تبقى ايه مع بعض كده. يندمجوا مع بعض. هنفضل نشوح فيهم كويس. هنعمل ايه بقى، هنجيب صدر الفراخ اللي احنا قطعناهم وهنبدأ نشوحها. لازم نديها صدمة في قلب البصل والثوم اللي احنا شوحناه، ونفضل نشوح فيهم كويس. ننزل بالفلفل بتاعنا اللي احنا مقطعينه، وهنشوح برضو كده. هنفضل نقلب شوية كويسين، كنا احنا حطينا التوابل بتاعتنا برضو، وبننزل بالطماطم بتاعتنا. نيجي هنا للتسبيكة بتاعت المكرونة. وادي المكرونة معانا بتستلق اهيت. انت سرحت رحت فين؟ حط لايك يا جماله يا جماله يا سيدي يا سيدي. شفتوا بقى؟ حط لايك. استاهل لايك ولا مستاهلش؟ ادي الاكلة اهيت، يا رب تكون عجبتكم. ادي الشاورما اللي احنا عملناها، وادي طبق السلطة، وادي المكرونة اللي احنا عملناها. يعني حاجة بسيطة على قد الايد. ما تنسينيش في اللايك.